923 مليار دولار هي ثروة المحروقات التي أطعم بها المجمع النفطي سوناطراك الجزائريين خلال 44 سنة منذ تأميم المحروقات من قبل الرئيس الراحل هواري بومدين في 24 من فبراير 1971، ما مكنت الشركة من در الملايير بالخزينة العمومية في وقت كانت فيه هذه الأخيرة قبل تأميم المحروقات تتحصل على فتات من فرنسا التي كانت تبسط نفوذها على قطاع الطاقة في الجزائر. 44 سنة مرت على تأميم المحروقات، والاقتصاد الجزائري لا يزال قائما على عائدات سوناطراك بنسبة تفوق 96%، ما يجعل الريع النفطي العمود الفقري للاقتصاد الوطني. وفي هذا الشأن قال الخبير الاقتصادي ومدير الدراسات بمجمع سوناطراك سابقا عبد الرحمن مبتول أن الشركة هي الجزائر والجزائر هي سوناطراك، مضيفا أنه خلال 14 سنة الماضية در قطاع المحروقات 760 مليار دولار، مشيرا إلى أن مداخيل الجزائر مرتبطة بتقلبات الاقتصاد الدولي وتذبذب قيمة الدولار وكذا تغير أسعار المحروقات على مستوى البورصات العالمية. من 2000 إلى نهاية 2014 دخول تاع سوناطراك أكثر من 760 مليار دولار. وفي هذا الوقت الحالي سوناطراك هي الجزائر والجزائر هي سوناطراك. ربما الباريل في 1982 كان 20 دولار، ولكن كان يعني تطوير تاع الدولار وتطوير تاع الأسعار العالمي يساوي أكثر من 90 دولار في الرقم تاع 2015. خاطر الواحد ما يحسبش يعني الدخول في 1974 1980 يعني الرقم ما عنده حتى معنى. هذا وما تزال سوناطراك المصدر الأول للاقتصاد الوطني رغم محاولات الحكومة حاليا من أجل الخروج من هذه التبعية الهائلة.